هل عبد الله السعيد مفيد لنادي الزمالك في الوقت دوت؟ واقولها لك بالفم المليان. طبعا. ما عندكش انت اللاعب دوت، النوعيه دي مش موجوده عندك. مع احترامي وتقديري طبعا لبن شرقي اللي هو ممكن بيأدي في نفس المكان دوت، لا ما فيش في الزمالك لعيب، مش في مصر كلها، مع احترامي لكل اللعيبه اللي بتلعب في هذا المركز، ان هو ممكن يأدي نفس الدور اللي بيأديه عبد الله السعيد. مهما كان حالته في الملعب، استطيع في دقائق محدوده ان هو ممكن يعني يوصل ثلاث اربع لعيبه. المستوى بتاع عبد الله كمان يعني لسه بدري، يعني يديك موسمين يعني يديك يديك لسه. انا ما بقيس مستوى اللاعب بسنه، حالته في الملعب. بالظبط، شفنا وليد سليمان النهارده. بالظبط، وليد سليمان عامل اسيست لاجاييه محدش واخد باله منه. لا، وهو وليد سليمان بشكل عام اداء وليد سليمان بشكل عام، ما يقولكش ده سنه.